ولإثراء الحديث أكثر حول تطورات الأزمة القطرية مع الدول العربية، معنا الآن عبر الهاتف السيد حبيب الصايغ، رئيس تحرير جريدة الخليج الإماراتية. مرحبا بك سيدي الكريم. يعني كما نرى الآن هناك تطورات كبيرة فيما يخص الأزمة القطرية مع الدول العربية، وعلى الجانب الآخر هناك أحداث كثيرة متسارعة، ولكن ما نراه كان هناك يعني وساطة عربية من قبل دولة الكويت مشكورة على هذا الجهد الذي قد بذلته بالفعل في هذه الأزمة، وهناك على الجانب الآخر الآن دورة أمريكية لمحاولة لحلحلة هذه الأزمة مع الدول العربية. يعني كيف ترى وما هي رؤيتك لهذا التدخل الأمريكي الأخير من أجل رأب الصدع العربي القطري؟ أولا أشكر تواصلكم واهتمامكم، لكن أنا أعتقد يعني أن الوضع لا يدعو إلى التفاؤل. قطر خذلت الوساطة الكويتية الكريمة التي نقدر ونقدر أمير الإنسانية طبعا الشيخ صباح الأحمد ودوره منذ فجر الأزمة، لكن قطر خذلت ذلك كله بتصريحات وزير الخارجية القطري الارتجالية، لأنها دائما وكعادتها لا تترك فرصة للمراجعة والرجوع عن أخطائها وخطيئاتها. يعني هي بادرت فورا إلى تقريبا نفي نجاح الوساطة الكويتية وركزت على موضوع التدخل العسكري اللي لم يكن واردا، واللي عسكرت القضية هي قطر عندما أحضرت الدبابة التركية إلى قلب الخليج العربي وفي الدوحة. يعني قطر هي التي تصورت واهمة أن هنالك تدخلا عسكريا وهي عسكرت المسألة منذ البداية. أنا غير متفائل على صعيد شخصي من قراءة هذه الأحداث، لأن قطر لا توفر أجواء مصالحة، يعني أبواقها الإعلامية ما زالت تخرب وتتطاول على رموز مصر والسعودية والإمارات والبحرين. أنا أثني طبعا على تصريحات الشيخ خالد وزير خارجية البحرين، لأن فعلا اتفاقي الرياض خصوصا اتفاق الرياض التكميلي كان محوره مصر ووقعت عليه قطر وصولا إلى قمة الدوحة. يعني وافقت دول الخليج، قادة الخليج وافقوا على عقد قمة الدوحة في 2014 قمة مجلس التعاون في الدوحة، لأن مصر التزمت لاعتراف بالوضع الجديد في مصر وهو الوضع المترتب على رغبة شعبية عارمة. يعني أنا كما أردد دائما أردد اليوم أنه يعني الموقف من مصر هو معيار أخلاقي اليوم. الدول اللي لا تحترم إرادة شعب مصر أكيد سوف تتضامن مع أعداء الأمة العربية ومع الإرهابيين ومع المتطرفين، وسوف تسعى جاهدة إلى، يعني إحنا رأينا كيف كانت الجزيرة تفرح يعني لما يكون هنالك أي مثلا أزمة صغيرة في مصر، أو لما يكون هنالك تفجير لكنيسة مثلا. قطر كانت وما زالت ضد مصر، وهذا معيار أخلاقي أنا في وجهة نظري، أنه هذه دولة لا تريد المصالحة ولا تريد العودة إلى محيطها الخليجي أو العربي. سيد حبيب، يعني ما يراه البعض الآن من قبل بعض المحللين السياسيين والعسكريين والاستراتيجيين يقولون بأن هذه الضغوط العربية والأمريكية الأخيرة على الدوحة جعلها تجنح لبعض المطالب العربية ولو بعض الشيء، كما حدث في التأكيدات في هذا البيان الأخير للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ولكن شرطت الدول العربية أن لا يكون هذه أو هذا الجنوح للاستجابة لمناقشة المطالب أن يسبقه أي شروط. هل تتفق مع هذا الرأي أم أنه نرى أنك لا تتفق ولست متفائلا؟ أنا أرى سيدتي أرى أنه الحوار انتهى في 2014 وأن لا حوار إلا على تنفيذ المطالب، ولا يوجد هنالك بعض بالعلم، يعني لا يوجد هنالك بعض، واللي خلاها تلبي البعض يجب أن يخليها تلبي الكل. لا يمكن أن نوافق لقطر على جميع المطالب. 13 هي بالضبط روح اتفاق الرياض التكميلي، هي اتفاق الرياض التكميلي في لغة أخرى.
هو ترجمة الاتفاق الرياض ل 2014. طبعا مش بس ترجمة، طبعا هنالك مستجدات في الثلاث سنوات الأخيرة. يعني هي قطر بدل أن تلتزم اتفاق الرياض راحت بالغت في السنوات الأخيرة. الجزيرة أصبحت عدة جزر، يعني أبواق إعلامية في لندن وفي الدوحة وتحت أسماء كثيرة، ومعظم القنوات الإخوانية، طبعا مش كل معظم، كل القنوات الإخوانية وكل المعارضات في مصر، المعارضات حتى الانقلابية، يعني المعارضات الانقلابية بمصر والسعودية والبحرين والإمارات تؤويها قطر، تؤويها في الدوحة وتؤويها في تركيا وتؤويها في لندن وفي أماكن كثيرة. فهي يعني ذاهبة في هذا البغي وفي هذا العدوان. الأجواء غير مهيئة، يعني أنت عشان تتصالحي مع دولة أعلنت بكل وقاحة خصومتها وبشكل كبير، يجب أن يكون هنالك أجواء تهيئ لهذه المصالحة. قطر لا توفر هذه الأجواء. يعني بمجرد ما تكلم أمير الكويت في واشنطن اشتدت الأبواق الإعلامية والواجهات السياسية في قطر ضد مشروع المصالحة. فلا أمل قريبا، يعني أنا أتصور لا أمل قريبا للأسف. يعني البعض يرى سيد الكريم بأن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تتعامل مع الدولة القطرية بحنكة سياسية، لأن البعض يعزو أن هذه التصرفات والسلوك من قبل الأمير القطري والأسرة الحاكمة لا يسلط عليها إلا فقط السلوك الصبياني أو المراهقة السياسية، فلذلك مصر والمملكة العربية السعودية تتعامل بحنكة سياسية في ترويض هذا السلوك الصبياني القطري كما يقول البعض. لا صحيح، يعني احنا لا ننسى انه قطر تدخلت مثلا، من حقكم في مصر تتكلمون عن مصر والأشخاص السعودية، لكن انا كشاهد في الامارات يعني ومراقب قريب من وضع الامارات، قطر ذكرت عشرات المرات لدى محاكمة التنظيم السري غير المشروع. يعني ذكرت أثناء المحاكمة محاكمة التنظيم السري غير المشروع اللي أديم بعد ذلك بمحاولة الاستيلاء على نظام الحكم في الإمارات. وعندما أدين المدعو محمود الجيدة بتمويل هذا التنظيم، أدين وحكم عليه 7 سنوات، وكان هنالك مجموعة أيضا قطرية من الاستخبارات القطرية حكمت ب أحد أعضاها كان موقوف وحكم 10 سنوات. صدر عفو رئاسي من صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد نتيجة اتصال أمير تميم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي. يعني تعاملنا برحابة صدر وصبرنا على قطر كثيرا. هو يبدو كثيرا يعني سيد حبيب، يبدو أن هناك يعني حفاظ على ماء الوجه من قبل قطر كما يعزو البعض أسباب هذا التعنت القطري. نشكر السيد حبيب الصايغ رئيس تحرير جريدة الخليج الإماراتية، نشكرك جزيل الشكر.